مساء الخير مشاهدي تحيا مصر في كل مكان، معكم محمود الأمير من داخل محافظة سوهاج في لايف جديد. أستاذ أحمد يعني عنده 50 سنة وراجل بسيط ومحترم هنا داخل محافظة سوهاج، راجل عامل عمليات قلب قبل كده، قصته غريبة جدا مع أخوه، هنسمع حكايته والتفاصيل. الأول بنرحب بيك أستاذ أحمد على تحيا مصر. ربنا يعزك، أهلا بيك يا محمود، ربنا يزيدك من نعيم الله يا رب. اتفضل. عرفنا بحضرتك الأول. أحمد عبد اللطيف عبد العليم عبد اللطيف من قرية السوالم مركز طحطة شمال محافظة سوهاج، معلم خبير لغة إنجليزية بمدرسة السوالم الإعدادية. احكي لنا تفاصيل الواقعه الغريبه الشنيعه، يعني لما الدم يكون ميه، يعني قصه غريبه جدا حابين نسمعها ونستمتع مع حضرتك. يعني اتفضل احنا معاك. لا مؤاخذه، احنا جينا انا واخواتي اتنين قسمنا الارض الزراعيه، فخدت قصاد الارض الزراعيه لحته قطعه الارض دي 3 جراريط، كل واحد من اخواتي خد 15 جراد في قاعده من شهرين. تمام. جيت انا الحته اللي انا فيها دي كان فيها زباله ووساخه وبتاع، فطبعا انا جبت الديليدر وجبت اللي هو اللي هيشيل ده اللي هو جرار. اللودر والجرارات وشالت الزباله وبتاع، كلفتني مبلغ كبير خالص والحمد لله يعني تمت وسويتها. تمام. طبعا جاء اخويا كسر الماسوره بتاعت الصرف وعايز ينزلها جوه الارض وهي الميه جوه الارض. يعني انتوا يعني قسمتوا الورث وكل حاجه، ما كتبناش ما كتبتوش، يعني كل ده بالعرف هنا برضه عشان الناس تفهم، يعني احنا هنا داخل محافظات الصعيد بكله بالكلمه. 15 وده ياخد 15 وانت خد الرديمه. قلت ماشي، بدات انضف وارتضيته وارتضينا. تمام. بدات انضف فيها وبتاع. المهم بعد ما خلصت تنظيف رحت ارفع الباب لفوق عشان يساوي الشارع، لقيت اخويا وولد اخويا ونسيبه جايين بالعصيه ونزلوا فينا ضرب انا وعيالي وبتاع وكلام من ده، والناس حجزتنا الجيران والاهل، ومراتي حامل قعدت محجوزه في المستشفى من يوم 11 لغايه يوم 17. يعني انت كنت واقف لوحدك، اتفاجئت لقيت اخوك قاعد معاليك مطرح ما انت قاعد. أيوه. دخلوا عليا بالعصي والضرب. مين اللي دخل عليك يا حاج؟ الحد سيد اخويا بدون اسماء بدون اسماء. يعني مين اللي دخل؟ اخوي ولده ونسيبه. ثلاثة. وانت واقف لوحدك لوحد انا كنت مصدوم طبعا. مصدوم. ايوه مصدوم. ان انا اقول له انت بعت 5 جراريط من نصيبك. وانا ما بعتش حاجه. ايوه. وانا سيبنا انظف واعمل واسوي الرديمه واشوف حال ولدي. مش عايزينك لا تتقدم خطوه لقدام ولا تقف محلك سر. وانا في البلد هنا معاليك معروف زي العالم. يعني تسال عليا المستر احمد على الكوبري معاليك تلاقي الناس وصلتك لغايه هنا. فطبعا هم ما اعرفش هم عايزين ياخدوا الحاجه بتاعت ولدي وطلعونا انا بلوسي عشان انا موظف. طب ما انا موظف بس ورث ابويا وبتاع ابويا اسيبه لاخواتي؟ هل يرضي؟ هل هناك عدل؟ وبعدين مركز طحطة معاليك رحنا عملنا كذا شكوى هناك، ما فيش حد رادع يحل المشكله. مشكله قائمه لغايه النهارده، لغايه ما انا قاعد مع معاليك. يعني لسه المشكله ما زالت مستمره. ما فيش حد مثلا تدخل من كبارات البلد ولا كبارات ولا صغارات، وكله فرحان في كله اليومين دول. ما حدش معاليك هيقول يا صلح ابدا. انت برضه يعني وضحت لي ان انت برضه عامل دعامه في القلب يا استاذ. ايوه عامل دعامه يوم 14/8 اللي فات. وانا لولا الدعامه ما كانوش سيطروا عليا ولا على عيالي وكده. الحمد لله رب العالمين. بس فقعت مراتي محجوزه في المستشفى واخد بالك فتره طويله، ومعايا ولد صغير انا 3 سنين وشهرين ما فيش غيره معايا، واخد بالك تاه في المشكله. فاتهمتهم بالخطف داخل المحضر في مركز طحطة. يعني هم خطفوا ابنك برضه؟ لا انا ما لقيتوش معايا. ابنك ما لقيتوش في المشكله بعد المعركه؟ ما لقيتوش. رحت بلغت الشرطه جمعوا لي. لا وضح لي الجمله دي تاني وحاول تعلي صوتك شويه عشان برضه الساده. اقول لك انا ما لقيتش. يعني انت يا استاذ احمد كنت قاعد في الارض بعد ما قسمت الورث وكل حاجه تمام. اتفاجئت ان اخوك ونسيبه وابنه جايين يتهجموا عليك، ضربوك
ولا هتاخده ولا هتعمله وبتاع وكلام من ده كأنه في غيبوبة. وضربوك بالفعل، ايوه ضربوا في الفعل، انت وضربوك انت وابنك و انا ومراتي مع بعض، ومراتك. مراتي حامل تمام. فقعدت في المستشفى 8 ايام من يوم لحد 11/3 لغاية 17/3. تمام. اتفاجئت انت بعد الغناء ان ابنك تاه؟ اتفاجئت انه ما فيش، فانا اقول في المركز ما فيش الا لجيوش جيران دخلوه عندهم دواء ونوموه وبتاع وكلام من. هل انا مثلا ولدي مستنزل لي 28 سنه يتوه مني في ساعه طمع ولا ساعه جهل من ناس اخرين؟ ورحت المركز هناك معاليك، لا استدعوا معاليك الجناه ولا جابوهم، مع ان انا عملت المحضر الساعه 8 بالليل، محضر رقمه 1896 اداء جناح مركز طحطه، جناح مركز طحطه يوم 11 يوم الاحد. وزوجتك حصل لها ايه يا استاذ احمد؟ خلت ضربه في دراعها وضربه في بطنها، قعدت محدوده 8 ايام في النساء في مستشفى ضحضة العام. وهي حامل؟ وهي حامل. وهي حامل. وانت راجل برضو، يعني احنا بنوضح تاني ان انت راجل صاحب برضو يعني تعب ومرض يعني كبير، انت عامل مش دعاء عايز اجهاد انا في قلبك يعني. عاملها يوم 14/8 اللي فات. حسبي الله ونعم الوكيل، عن الشكوى لله مش لحد ابدا غير ربنا. حزنت ان هو اخوك يا استاذ احمد؟ طبعا. وبعدين اخوك مش اخوك لا يضربك، كانت سهله. ده جايب لك واحد من عيله تاني واخد بالك يحارب معاه ضد اخوه اللي هو نسيبه، اللي هو نسيبه. فين الاخوه هنا؟ كانت الصدمه هنا معاه. كده كانت الصدمه ان اخوك جايب نسيبه معاه. والله لو اخوك لوحده كانت بالنسبه لك هتبقى مجموعه عادية شويه عادية، لكن يقول لها اجيب لك واودي لك واعمل لك واسوي لك الواد ولد. قاعد يشتم علينا قدام الجيران في جنب البيت هنا، ويشتم على الجيران وتحلبت العمليه. ليه طيب؟ ليه 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 ليه؟ واحنا ما عملناش شيء مع بعض ولا حاجه. علاقتك بينك وبين اخوك كانت جميله قبل التقسيم الورث ولا لا؟ لا في خبث هناك، لكن الحمد لله رب العالمين، ربنا يبعد عنا الخبث والخبائث. في خبث هناك وطمع وكده وجشع، والحكومه عارفه كده، المركز عارف كده، ومش قادر يحل المشكله. بمحاضر ببتاع بدنيا باخره، ما فيش، كانه واقف ضدي مش معايا. معاك اخوات تاني غيره ولا؟ معايا اخ تاني. طب اخك التاني نفس الوضع معاه، هو مع بعض هما الاثنين، وانا ضدي انا بس. يعني اخوك التاني معاه هو طرف؟ طرف تاني، وعاوز برضه ياخد الارض، عايز ياخد البيت اللي انا ساكن فيه. كان معاه في المشكله؟ لا، كان في السعوديه هو هيأدي للعمره، هيأدي. لو سألت عنه ما يستاهلش يخش مكه، ما يستاهلش يخش مكه، مش عايز افسر. لان لو ما يستاهلش يخش مكه، لان يعني اقول لك ايه، الحمد لله رب العالمين استترت وعدت على خير، ولكن انا عايز برضو المسؤولين يقفوا جنبي وجنب عيالي في المحضر بتاعي وياخدوا لي حقي من الجناه دول. بس كانت صدمتك شديده لحظه كان لما شديد ان انا اول رمضان ده اول رمضان جام عليك، واول رمضان اللي فات، اول رمضان اللي فات جابوا واحد اتهمني ان انا خطفت بنته. رحت ما رضيتش اروح المركز، سالوا عني قالوا لا ما يخطفش. وراحوا روحوا الست كانت بنتها هنا في البلد. بس رمضان ده سلطوا عليا اخويا السيد وولد ونسيب. ليه طيب؟ ليه كل رمضان انا كده؟ صمت 3 ايام في المركز واتسحرت 3 ايام في المركز، وانا مش اتجاني. وانا مش اتجاني. الجاني بره هيتسحر ويفطر، وانا هتسحر جوا. هل هذا عدل؟ احنا عايزين العدل، وان يكون في المراكز حاجات لحل المشكلات. اكيد بس. طبعا الاجراءات هتتم يعني من داخل المركز، ولكن يعني احنا يعني متعاطفين معاك يا استاذ احمد، ومشكلتك ربنا كمان يعني مشكلتك الاكبر ان هو اخوك اللي من دمك، ابن امك وابوك. دي المشكله، ان هو اخوك جايب لك ناس تاني لمغازله تحاربك. احنا عمرنا ما جبنا شفنا اخ بيجيب ناس على صوتك شويه، عمرنا ما شفنا اخ يجيب حد تاني حارب لاخوه، ايا كان اخوه يعمل ايه، منك ليه اصطف انت وهو. ولكن هناك ناس تشترى وتباع بالمادة، هناك ناس تشترى وتباع بالمادة، حتى لو كان نسيبه او غيره او غراته يشتريه، تعال يجي
واللي فلوس كتير معاه هو ويشتري ويبيع في اخوه عادي. بيجي تعديه ان مفيش حد يقول مثلا ده ظلم ده عدل اي حاجه. والاخ يعني الاخ بيتخانق لاخوه مش بيتخانق مع اخوه؟ لا يتخانق مع اخوه دلوقتي، بيتخانق مع اخوه طمعان فيه، طمعان بخلقاته اللي لابسه بس. وانا بصراحه ناشد الرئيس السيسي ان هو حرك الموضوع في مديريه امن سوهاج وناخدوا حقنا انا وعيالي مع بعض، لان برضو عيالي الضر وعيالي مش من هنا. ايه الضرر اللي حصل لعيالك إن وزوجتك؟ قعدوا في المستشفى 8 ايام في رمضان، لا راحه ولا اكل ولا استحمام ولا شرب ولا حاجه ابدا، ولا في كشف ولا اشاعات على دراعها المكسور. قالوها ممنوع الاشاعه على الدراع عشان الجنين. طب مال الجنين ومال الدراع؟ ما رضيش يعملوا لها اشاعه. حتى انا دراعي مكسور اهو، واخد بال معاليك، ما رضيش يعملوا لي اشاعه، قالوا كدمات، حسبوها كدمات حسب راي المركز اللي يقوله للمستشفى. جاي لك فلان اعمل له كدمه، جاي لك فلان اعمل له عاهه. بس ده النظام اللي ماشي فيها البلد دي، المركز والمستشفى. انت بتتكلم عن طحطه يعني، عشان أيوة. برضه يعني ايوه انا هتكلم عن طحطه. اوضح الصوره، احنا بنتكلم اللي عايش فيها، انا ما اعرفش حاجه عن بلاد تانية. يعني أخرى. انت بتتكلم عن الموقف اللي حصل معاك. أيوة. ولكني برضه يعني ارجع للموضوع الفيصل، والاساسي هو الاخوات. يعني ايه اللي وصل مرحله ان اخويا يضربني ويجيب لي نسيبه؟ الطمع. طمع. الطمع والجشع. الطمع والجشع، وعايز اخوه خد بالك هو يبقى تحتيه. طب انا يبقى تحتيك ليه؟ ما تنظفش غير ما تقول لي، ما تعملش غير ما تقول لي، ما تبنيش غير ما تقول لي، امال اتصرف ميت حالي. هو اكبر منك بكتير. اكبر مني مثلا باربع سنين افرض. انا حضرتك عندك كم سنه؟ انا عندي 50 سنه. افرض انا بعتها اشتريتها نظفتها ده بتاعتي. وهو عنده كم سنه؟ فيه. عنده 54 52 سنه. يعني السن متقارب. متقارب. يعني هو قصدك عايز يعمل عليك كبير. كده. واخد بالك. وبعدين في حاجه تاني، هو مش ممشي الوضع، ده ابن اللي ممشي الوضع مش الاب. بس لان الاب جنى على ابوه، راح ابنه جنى عليه. معروف انت ركنت ابوك راح ابنك ركنك. معروف. وده حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا يبعد عننا السوء، انا وانت والجميع. رب اللهم امين، وخذ لنا حقنا من الظالم. اللهم امين يا رب. ربنا يرجع لك حقك. يعني قصه ماساويه يعني بتعيشها استاذ احمد. ربنا معاك. والله نكد ليل ونهار، حتى بعد ما طلعت وبعد ما ارتحت انا وعيالي نكد. من رمضان ما عدى علينا هتلته في نكد وحزن وتعب كده. ايه اللي بتطالب بيه يا استاذ احمد؟ يعني اطالب ان انا بسرعه ال انا اطالب ان انا اخد حقي في المحضر المذكر رقمه 1896 مع تحريات المباحث واستدعاء الجناه، واخذ حقي منهم. ازاي يدخلوا بيتي؟ ده دخول عقار باين. انا بيتي معليك اهو ظاهر قدامك، ما فيش حد ساكن معايا فيه. أي. الشارع واخد بال معليك غير انا. تدخل بيتي وتجيب مراتي وتجرجرها وتضربها بالعصايه وتشتري. يعني هو جرجر مراتك في الشارع؟ من جوه البيت للشارع. يا واخد الله. بال معليك. وشتمها وبهدلها. طب ليه؟ انت اخويا انا. بس مش اخويا هي. يعني قصدك ايه اللي دخل مراتي في الموضوع يعني؟ اللي دخل مراتي في الموضوع. يعني لو حتى اتخانقت معايا ما ينفعش تتعدى على زوجتي يعني؟ لا تعدوا عليها بالعصيان وبالشتيمه وبتاع وكده. انا من عيلة عريقة في مشتة، من جواهرة، من اكبر عيلة في مشتة، واخواتها التلاتة في الشرطة، واحد في وزارة الداخلية. حاولتش انت توسع الموضوع يعني؟ قلت لا، لا مهما كان اخويا برضه. لا ما رضيتش اقول النسابي ولا حاجة ابدا. ولا اقول لهم ولا كأنهم موجودين. اما جيران وقفوا معانا، الناس والد ياخدوه شوية بتاعي يلعبوه شوية لغاية ما طلعت امه من المستشفى. لان هو صغير 3 سنين و4 شهور. يعني لما زوجتك دخلت المستشفى ممنوع وجود الاطفال. ابنك صاحب ال3 سنوات كانت الجيران يعني مستضيفاه، ما كانش في حد شايله يعني. لا لا لا. انا بين انا والجيران كل ده بسبب اعتداء اخوك عليه. بسبب الاعتداءات علي. وقفوا حالي، وقفوا معيشتي، ونكروا علي الشهر الفاضل. شهر بيجي من السنه للسنه نصوموه في سعاده وراحه. حسبي الله.
عاش، ربنا يصبرك استاذ احمد. يعني احنا والله متعاطفين معاك، وان شاء الله ربنا يرد لك حقك. احنا سعداء ان انت صعب شرفتنا. على البني آدم إنه يمسك سلاحه ويضرب أخوه، لا طبعا، لا طبعا، احنا في بلد قانون. ومن السهل إن أنا بس أنا مش هضيع نفسي ومستقبلي طبعا طبعا، واحنا في بلد ووظيفتي قانون، احنا في بلد قانون. وظيفتي عشان شوية لا مؤاخذة انت ناس راجل، جهلة. انت راجل متعلم لا وراجل استاذ. يعني الاستاذ هو اللي بيطلع الدكتور والضابط واللي بيطلع كل الناس الجميلة، فيعني احنا بنتعلم منك. يعني يعني انا يعني مش قادر اقول لك غير ربنا يصبرك، وان شاء ربنا الله يعزك ويبارك الله فيك يا يخليك، محمود، ونورتنا وشرفتني. في تحيا مصر، ربنا وربنا يرجع يعزك، لك. الله ربنا يخليك. يبارك فيك يا رب. شكرا، شكرنا بشكر محمود بيه استاذ والله. احمد، شكرا، ربنا نشكركم يعزك مشاهدي تحيا ويبارك مصر فيك، في كل كل سنة وانت مكان. طيب صحة والسلامة، منون ومصر لحضرتكم، كلها طيبة. منون لحضراتكم كل جديد من داخل جمهورية مصر العربية. كان معكم الصحفي محمود الأمير من داخل محافظة سوهاج. بنشكركم مشاهدي تحيا مصر في كل مكان.